لدى زيارة سبوه الميدانية إلى مشروع السوق المحرق المركزي والذي يجيء ضمن المشروعات التي وجه سموه بتنفيذها بالمحرق، فقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر إلى افتتاح السوق أمام الجمهور قبل الربع الأخير من هذا العام، ووجه سموه الجهات المختصة إلى دراسة تخصيص الساحة المقابلة لمشروع سوق المحرق المركزي للاستفادة منها كمواقف عامة إلى جانب المواقف الأرضية في مشروع السوق للتسهيل على مرتادي السوق، فيما حث سموه على استفادة المواطنين من فرص العمل التي ستتوفر في مشروع السوق المركزي الذي يقام على مساحة 28 ألف متر مربع وثلاثة طوابق تزيد بمقدار 4 أضعاف على مساحة السوق المركزي القديم. وسيضم مركز تسوق تجاري ضخم ومحلات تجارية على مساحة 3000 متر مربع إلى جانب 106 محلا للأسواق الثلاثة اللحوم والأسماك والخضروات. وقد وقف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال زيارته إلى مشروع السوق المركزي بالمحرق، وقف على سير العمل بالمشروع من خلال العرض الذي قدمه القائمون على الشركة المنفذة له وبما ستتوفر فيه من تجهيزات ومرافق تتحقق فيما تصبو إليه الحكومة وتوفير مراكز تسوق شاملة ومتطورة ذات طابع عصري تلبي احتياجات المتسوقين والزوار بكل سهولة ويسر. ووجه سموه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بمتابعة سير العمل في المشروع والتأكد من إنجازه حسب الموعد المحدد. وقد أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الاعتزاز بجهود المواطنين في إنجاز المشروعات والاستثمار في الجوانب الخدمية بما يعكس المساهمة الفاعلة للقطاع الخاص في مشاريع التنمية التي تتبناها الحكومة. وأكد سموه على حرص الحكومة أن يكون سوق المحرق المركزي سوقا حديثا ومتنوعا يخدم المواطنين، منوها سموه إلى أهمية الأسواق المركزية وأثرها في تعزيز الحراك التجاري في المملكة. وأشاد سموه بدور القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة في شتى القطاعات، مشددا سموه على أهمية الشراكة المجتمعية في تقوية دعائم الاقتصاد الوطني. ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على توفير كافة المرافق الخدمية في مختلف مناطق المملكة من أجل راحة المواطنين، مع الحرص على أن يكون تقديم الخدمات وفق أعلى درجات الجودة والتميز. طبعا اليوم تشرفنا بزيارة سمو صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان الموقر لزيارة عدة مشاريع في منطقة المحرق. طبعا هذه المشاريع جاءت بناء على توجيهات سموه بالسابق، مثل طبعا هو مثل ما عودنا دائما هو حريص ويدعم مثل هذه المشاريع اللي تصب في تطوير اقتصاد البلد، وهو حريص دائما على زيارة هذه المشاريع وبدء توجيهات السديدة ومتابعة سير العمل فيها. هذه المشاريع تشمل مشروع سعادة اللي هو يقع بالقرب من جسر الشيخ حمد وشارع خليفة الكبير. المشروع ينفذ من قبل شركة أدامة،
والمشروع عبارة عن هذه عدة 7 مباني تشمل مطاعم بواجهة على البحر، وأيضا مراسي للقوارب، وأيضا تشمل مبنى متعدد الطوابق لمواقف بتقريبا 200 سيارة. المشروع الثاني هو إعادة إنشاء سوق المركزي بمنطقة المحرك. طبعا هذا السوق بيكون سوق نموذجي على شاكلة السوبر ماركت الكبيرة، بيكون مستوى راقي، ونأمل أنه يكون يعني نموذج للأسواق الأخرى في المستقبل. وأيضا المشروع بيكون يشمل مطاعم ويشمل محلات تجارية، وأيضا يشمل سرداب لمواقف سيارات تسع إلى 200 سيارة.